إذا نستعرض بهذا الفيديو المصطلحات الأساسية الخاصة في النظام وطبعا أريد من عندك أن تركز في هذه المصطلحات لأن يترتب عليها بيانات أولا لدينا شيء يسمى بيانات الموظف الشخصي طبعا هذه تتضمن بيانات واحدة تسند إلى جدول الموظفين تخيل الآن أمامك بيانات الموظفين جدول الموظفين طيب هذه البيانات تكون واحدة للموظف يعني ليست متعددة ولما نعمل لها تغيير مثل ما ذكرنا البيانات الخاصة في الموظف هي ليست ثابتة is not static هي متغيرة dynamic عملية التغيير في بيانات الموظفين بشكل عام تحدث سنويا نتيجة للعلاوة السنوية طيب لما انت تحدث هذه البيانات البيانات السابقه انها تذهب لازم تحتفظ فيها طيب فهناك شيء يسمى عندنا السجل الوظيفي البيانات اللي احنا راح نبدا نحدثها قبل اجراء عمليه التحديث لازم نحتفظ في نسخه من البيانات في شيء يسمى السجل الوظيفي طبعا هذه نقطه جدا مهمه تذهب الى موظف معين وتريد انه تعرض بيانات السابقه فاذا هنا نحتاج الى سجل الوظيفي اما بالنسبة لهذه البيانات ايش نوعها يعني فطبعا هذا راح ان شاء الله نشوفه خلال التصميم احنا نعرض التصميم الخاص فينا بناء على التصميم نقوم بانشاء التيبل يعني ننطلق من التصميم في الجزء الاساس حتى يغطي الجانب الوظيفي قبل لا يبدي يغطي عدي جانب البيانات جيد نأتي الى جزئية جدا مهمة وهي شيء سما عندنا سلم الرواتب اللي هو هيكل الرواتب، طبعا هذا يعتمد على قانون الموظفي الدولة، في دولة ما هنالك قانون هذا القانون مثل ما تلاحظ الآن أمامك، على سبيل المثال هذا مثال للقوانين، أنه يحتوي على درجات وظيفية، هذه الدرجات الوظيفية، ويحتوي على ايش؟ يحتوي على العلاوات، هذه هي العلاوات مثل ما تلاحظ. طبعا عملية إسقاط الموظف لأول تعيينه اول عمليه توظيفه نقدر نطلق عليها هنا يسقط نسبة الى ايش؟ نسبة الى درجة ومرحلة معينة واعتمادا على الشهادة الخاصة فيه يعني اذا كان بكالوريوس اذا كان دبلوم عالي او اذا كان دبلوم او اذا كان ماجستير او دكتوراه وهكذا يسقط نسبة إلى القانون يعني هنالك قانون يذكر أنه إذا كان الموظف في البكالوريوس يذهب مثلا إلى الدرجة السادسة مثلا الدرجة السابعة المرحلة الأولى وهكذا هذه القفزات اللي أنت تشوفها الآن أمامك في الراتب هذه هي تكون سنوية لذلك سميت بالعلاوة السنوية وهنالك شيء يسمى عدنا عدد, عدد سنوات الخدمة للترفيع بمعنى أنه آني راح ابتدي في ترقية الموظف عمل ابجريد اليه بعد فترة زمنية معينة اللي هي مثلا خمس سنوات او اربع سنوات حسب ايش حسب قانون موظفي الدولة اللي احنا راح نبدأ نعمله داخل البرنامج راح نبدي نعمل سلم الرواتب في حقول تكون ابسط من هذا ونقوم بعمل معادلة برمجية توجد هذه القيم نسبة الى فقط الى الدرجة وإلى العلاوة وعدد سنوات التربيع عفوا عدد سنوات التربيع هذا فقط ما نبدي أنه ندخل كل هذا القانون ونحاول أنه يكون أنه المستخدم يتعامل معه ببساطة إذا هذه نقطة جدا مهمة اللي هو سلم الرواتب يعتمد على الدولة اللي أنت فيها بطبيعة الحال أو يعتمد بالدرجة الأساس على القطاع الخاص أي الشركة اللي أنت بصدد أنه تطور لها هذا البرنامج بشكل عام ممتاز الآن ننتقل إلى شيء يسمى العلاوات والترقيات مثل ما ذكرنا أن العلاوة هي تعتبر يعني الزيادة السنوية في الراتب وبالتالي بعد عدة زيادات بعد عدة علاوات تحدث لدينا الترقية ويحدث لدينا الترفيع بعد خمسة سنوات بعد خمسة علاوات مستمرة يحدث الترقية والترقية أو الترفيع هي عملية القفز من درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أخرى طبعا الدرجات الوظيفية تبتدي من الأعلى الأسفل يعني كلما يعني زادت الخبرة بطبيعة الحال تبدي تقفز مثلا من الخامسة إلى الرابعة ومن الثالثة إلى أن تصل إلى الأولى ثم مع ذلك تستمر فقط في القفز ضمن المراحل هذه طيب فبالتالي طبعا بعد خمسة علاوات على سبيل مثال بعد خمسة علاوات ايش يحدث عندك انه انت تقفز الى درجه وظيفيه جديده طبعا هذا راح نشوفه بشكل ابسط من خلال التطبيق العملي على البرنامج وجزئيات البرمجي ممتاز الان لدينا ايضا الاجازات والاجازات هنالك عده انواع الاجازات هنالك اجازه سنويه هنالك اجازه مرضيه هنالك اجازه طارئه عمليه طلب الاجازه كيف راح تكون بالعاده طبعا فعاليات طلب الاجازات في المؤسسات بشكل عام لا تجرى بالعادة إلكترونيا إنما تكون هنالك شيء يسمى بطاقة الإجازة أو شيء من هذا القبيل حتى يبدي يأخذ بعض يعني الصلاحيات أو يعني المدراء اللي هم بعد ما تقدم الإجازة هذه تتم عملية الساين أو التوقيع على هذه الإجازة بعد ذلك إن هي تدخل في السيستم اما انت اذا أردت أن تطور ضمن الابلكيشن ان الموظف يقوم بطلب الاجازة فهنا دخلت في permissions يعني دخلت انه كل هؤلاء اللي راح يبدون يوقعون لازم يدخلون ضمن النظام وبالتالي لازم ايضا تعمل application لان دائما يعني ربما تحدث مشاكل في الاتصال وما لذلك الجزئيات لازم تاخذها بنظر الاعتبار لذلك بالعادة تكون عملية طلب الاجازة عن طريق البطاقة وتكون ورقية مبدئيا ويمكن انه تعمل لها ابجريد تكون عندك الكترونية لاتمتة الكترونية الكاملة لهذه الجزئيات. ايضا عملية رصد الاجازات وحساب الاجازات المتبقية لكل موظف حسب قانون موظفي الدولة اللي انت تتبعه بطبيعة الحال يكون الموظف عدد معين من الاجازات اللي هو راح يبدي يطلبها بطبيعة الحال. <applause> عفوا. اجازات احتياديه شهريه مثلا ماكسيموم تكون أربعة ايام او خمسة ايام حسب القانون وعلى مستوى السنوي تكون عندك عدد الاشهر اللي موجوده عندنا بطبيعه العام. بمعنى هذه ايضا جزئيه تكون متغيره احنا لازم ناخذها بنظر الاعتبار هذه الحدود او هذه الليميت ضمن الاعدادات الخاصه في البرنامج طيب لدينا شيء يسمى الابريشيشن ليترز او كتب الشكر او منح القدم ربما الإدارين يسمونها بهذا الشكل. آه، هذه الـ الـ هي تقديرا من المؤسسه المعنيه للموظف لانجاز فعالياته الوظيفيه. وطبعا لمن يقدم كتاب شكر الى موظف معين يؤثر في علاوته. اوكي وهنالك حدود حسب القانون لعدد كتب الشكر اللي يمكن ان يحصل عليها الموظف سنويا. طيب فبالتالي هذه الحدود لازم تدخلها في البرنامج، لا يسمح البرنامج على سبيل المثال بادخال اكثر من اربعة كتب شكر للموظف سنويا، طيب وبنفس الوقت انه عملية الادخال لهذا كتاب الشكر يكون بتأثير زمني معين راح يقوم طبعا تأثير ايجابي يعني راح يقوم ب يعني تقريب العلاوة السنوية لمدة شهر او لفترة زمنية حسب تأثير كتاب الشكر. طيب ربما يكون تأثير كتاب الشكر يعني شهر واحد او شهران او ثلاثة اشهر حسب ايش حسب المسؤول وحسب الجهة اللي قامت بإصدار كتاب الشكر هذا للموظف. طيب بنفس الوقت طبعا انه هذه البيانات سواء كانت اجازات او سواء كانت كتب شكر او ايش من هذا القبيل فطبعا الها بيانات اساسية انه العنوان الاساسي مثلا هنالك عدد ريفرنس، هنالك date، هنالك تفاصيل، هذه طبعا بيانات لازم تذكر لكل كتاب شكر، طيب، أيضا بنفس الوقت هنالك الغيابات، الغيابات هي يعني تعتبر سلبية على الموظف، لذلك تؤخر العلاوة بطبيعة الحال، وبنفس الوقت يكون تأثيرها السلبي على الراتب، ليس على مستوى الراتب الإسمي لكن على مستوى الراتب. اللي تتم معالجته في الشعب المالية. إحنا الآن مو بصدد التعامل مع الشعب المالية. نتكلم عن جزئية إدارية بحتة. لكن الغيابات لها تأثير على العلاوة السنوية. ذكر إنه راح تؤخر العلاوة السنوية. وكذا الحال راح تؤثر على الـ يعني هذا يعني تأخذ فيها إجراءات حسابية وبالتالي راح يخصم الراتب إلى عدد الغيابات المعنية. طيب. ايضا بنفس الوقت هنالك العقوبات لازم يكون عندنا عقوبات يعني ونوع العقوبه مثلا سببها وتاريخها على سبيل المثال لازم يكون عندنا نظام متابعه وتنفيذ العقوبات، طبعا العقوبه تجرى دائما او يعني بعد تشكيل ربما لجنه او ربما هنالك تحقيق وما الى ذلك فهنالك بعض البيانات اللازم انه تخزن الى هذه العقوبة قبل ان تتم عمليه حفظها واسنادها الى الموظف المعني والعقوبات مختلفه هنالك عقوبات يكون تاثيرها ثلاثة اشهر هناك عقوبات يكون تاثيرها ستة اشهر وهكذا وهذا يتبع ايضا قانون موظفي الدولة حسب الدولة اللي انت حاليا تريد تطور برنامج إلها بشكل عام لازم ترجع إلى هذا القانون وتقوم بقراءة هذا القانون وشوف إيش تفصيلات هذا القانون إيش نوع العقوبات إيش نوع الكتب الشكر ومنح القدم إيش نوع الإجازات اللي تمنح للموظف طبيعة الحال طيب هنالك شيء يسمى التقارير الشامل راح نبدي إحنا آه أيضا آه نقوم بتضمينها ضمن البرنامج آه نعمل تقرير يمكننا من عملية التعامل جلب البيانات وفلترتها بعدة أنواع وبعدة صيغ بطبيعة الحال وبالتالي هذا يكون تحصيل حاصل على مستوى الابليكيشن بمعنى انه احنا بعد ان شاء الله بعد اكمال البرنامج وانه نتأكد من انجاز فعالياته نذهب الى جزئية التقارير وطبعا جزئية التقارير نحن نفضل انه البيانات تصدر كبيانات خام مثل على شيت اكسل حتى يمكن الموظف انه يتلاعب فيها بالشيء اللي هو يريده ولا, تكون بيانات مثلا بي دي اف وبالتالي تكون مصمتة ساكنة من الصعوبة يعدل عليها بالعادة انه تكون البيانات تحرر على شكل ملفات اصلية نيتف اكسل مثلا اكسل شيت وبالتالي راح يبدي انه يتلاعب فيها ويقوم بالاضافه والحذف عليها